اعتصم اليوم موظفو الشركة العامة للكهرباء أمام مقر الشركة للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وإقالة المدير التنفيذي من منصبه لأنه المسؤول عن الفساد داخل الشركة وعن الهجوم المسلح الذي تعرض له المعتصمون على حد قولهم. احنا هذا الاعتصام هو امتداد لاعتصام يوم الخميس الماضي الذي كان بعد لقائنا بالسيد الوزير والذين نقلنا له جميع مطالبنا التي تمثل جميع مستخدمي الشركه العامه للكهرباء والتي كانت منبثقه من اهداف ثوره 17 من فبراير. سؤال للاستاذ عواد البرحسي، اول ما جاء لشركه الكهرباء كل يوم في قناه قال انا بنحارب الفساد، اصدر قرار بعزل علي ساسي، بعد اسبوع رده.